قبلك عبد الحميد اللي يخدم مع ايه نعرف نعرف اي راه كاين لي غريب وانا تو اللي صدقت اش فهم قال لي راني مسلفو 500 ياه شو 500 تاع شنو وني وندر علي يا شومك على روحك يا بخت يا شومك على روحك يا بخت تسكتي برك تسكتي مازال خونا واكسون يا ديك السكرتير نتاع المودي سلفته 150 ياه شومي على روحي راهو خلال البيت يا الراجل هاي قلت لك راهو ما عندوش صاحب راهو برعوت راهو ظل يتزوج في الحبس غير انت بناي ثم زوالية ومنين راني عطيتك ليه وندمت تو ناكل في صوابعي جراي لك انت وباي وقت اللي قلت لا ناخذ وماكم وحلت وكل بكة خوذي 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 طرح صوفية عند النقار خويتي راهو لنا تراب راه جاي راهو تفرشك الجلد راهو عفسني عفسين ما تكلمش خلاص راه بعد انت طلع في جروب اسكت على قيل جوج يا بختة ادخل ادخل انا لن ادخل اهلا بنسيبي اهلا بنسيبي الازرق والله والله تو بركه كنا نضغط في البخي نشكر فيك والعافيه انت مغير برنوس ما قديناكش خلي عاد تعمل لنا برنوس خويا الدنيا بارده اش باش نقول الخبز خبز انا عصيتك على الخبز خبز شنو هي بنت عم تاكلوش بالبول يا تويك واحد مفصل يجيب خبز تتكلم تتكلم قول حق بالله خويا امور بيناتكم يا ما تدخلونيش انا راني يا خويا خويا صعبه المعيشه وفي خدمه غادي مشيحين الرقم تاعنا المدير جابوا لنا مدير جديد خويا والله قد والله يعني مش مخمم بطل الخدمه نقدر خويا انت الندوه هذه مش نحيها الندوه في دارك خويا راهي الندوه تضرب ماشي بيها قتلتني انا نهار طول وانا ننبح حنقه زاجي زاجي صلح لينا الدار جيب لنا بني خلي صلح عندي واحد بيك تحدي في خوك عندي واحد بنت تحدي في خوك تفضحين على طرف 500000 وين هزيت؟ في تونس كامله منديه كم داري منديه 500000 وين هزيت؟ 500 نتاع نتاع عيش تو بعد نحكوا عجب نتاع عيش نتاع عيش حكيت راهو لعبه تجي خوك تتبدلي وتولي 20000 حكايه تجي تجي هاد خيا ذاك ما نلقاك كان هو في وقت الشد لا تراني توليت مش باه ها؟ هاي تو جاي بحذاكم عندي موضوع باهي وانتم مش تدخلوني بعضي هاك ومش جيتكم على راني بجيب لك الخبر الباهي ان شاء الله خير استم اخبار الباهي حصير و بخت خويتي انا راني ناوي نستحسن الله يهديك يا سيدي الله شبي شبي طيب انت تحكيش معاه تدرس معاه انت ذاك شكون اللي ربحت على الشر هكا امه الصغرى اللي كانت تسكن مقابلتنا هي عندها بنتها سوسن هذيك هي بنتي يا اخي بنتي واش انت شنو خوك نتاع سوسن انت ليه ليه خيره بديت في حتى رجلها في الدنيا حرام عليك راه حرام عليك وليا راه والله نستاهل اني عندي ساعه ونشكر فيك جيت انت ضغط عليا تو الوقت برا حرام لا يثمر فيك انا نقول والله انا قلت حط والله انا نمشي معاك بعقلي مش بليك هاد الشر اللي بتربحه نهزني يا خويا نخت بني خويا ونعرسني خويا كنزم يا شومي عرسينا بالخط عرسينا بالخط لا مش نكلمك هي كلمتني يمه نتحدثوا منا ومنا قالت لي راه قعدت وحده قلت لها انا الدار عندي الخدمه هاني نخدم الحمد لله ناقص كان بنت الحديد وين تخدم؟ قالت لي وين تخدم؟ وين تخدم؟ قلت لها نقول في قاعدة فرنش هذيك نهار نقول لك تشكوا بترام برا مشينا نقول لهم كذاب نسيبي ما يخدمش خلاص امشي كذا نقول لهم راه يكذب عليك وما يخدمش خلاص لا هذا باش يكون الواحد ياخذ حق ما نقول لهم لا نقول لهم بطال ولا نقول لهم ماشي اش دخلني فيك نيت؟ مالك قول لهم قول لهم شنو هو قول لهم قول لهم ما يصلحش خاطر كذا ربي نسال راه اي انت قلت ملايكه تو معناتها حتى انت ربي طايح فيك كلمه هاد الدعاء ودي مش ملايكه ودي انا نشوف واحد اخر هاي مشي للحجاج هاي مشي للحجاج عندها كم يوم بسمة على الاقل نخدم عليها جيب التراب جيب الخطه لا يا اخو بشير الهجال مش بيحكي اش بيه مهبول في راس هل النفق تجار ولا مرا بفلوسها على الاقل هو بطال وما يطلع حتى بفرانك على الاقل شكون يلم هاي بطلت مع اسمي اخر خلاص هاي قص علينا طفي 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 انا نهز خويا نخطب الخويا ثم موضوع اخر راه مش نحكيكم فيه راني ساعات نتكلم ونندم راني ان شاء الله خير المواضيع اليوم لا تنتهي بالخدمه كما متنا هنا اه سيدي هاي ثم لقطه قال لك في الحومه سيدي عيطهم القبليات الكل بدهم بتاع الفرنسيس اللي نخدموا فيهم نحن الكل تونس كان بتاع فرنسيس عندنا حاجه هنا مع فرنسا هي برا بركه المهم اشترهم من الدين وقال لك هبط فيهم قرار من البلدية مش يطيحوهم كل هذه الغنية هذه تو عندنا من بدات الثورة الناس معوفة أهلا السقوط العمار لجنة الكوارث هم قعدوا هكا يا حتى العساكر العمار هذه حتى العساكر معاش لاقينا يا راك ديما تفتي أنت العمارة فيها حرق دبي بوزيد مش طاحت هذيك طاح ولا ما تعرفش منين طاحت ما علاش تحت عرفت لا علاش تحت خاطر فيها نديمو غاديك تعرف شكون خلص البلد تمشي وصار وقتها زلزال اثنين فاصل رخت هي كي رخت مش طاحت بس تما كل يبركت شوي وتصير هيك
تو انت ما عندكش نداء هنا هاي بلادي الدار كلها تنال تني البلد وانت نجيب برموس نخليك انت نخرج برا نحيي البرموس وين هي تنتنا به انت هني متربي في انت اللي كنت معمره منادي انت تصب علي تو تولوا لي عاد عمارات نجيب لك فيلا كان عندك صح متربي وديني كريم لا خلطوا فكريه لا خلطوا في حد شيء في العام نتكوه مش مره لا 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 خلص نهالي كيفكم ما خلصني نبعث لهم كل من عام لعام 60 70 قلت فاهم 60 70 وتخلص مخلص وتحب تجيب بنت الناس تعيش غاديك والله زيد نعرفكم راكم من العائله هذه لا دين لا ملة راكم طيشني فيه انت نديت اللوم فيه هو تحل في فمك معاه هو راكم طيشني فيه انت ايش تحب تقول جيت في المشكله في الدار باي قلت لك صايب علي بعثي هذايا ها مش اسك حقك على اساس هو وبن علي يعني كيف هو مريتي يا شيخ ساعات بكر رضني يا تبكو دخان سينا قال هكذا هكذا كذا هلا يبات معش نشوف جملة تفصيل هاي تو نقول لك شو يعمل هذاك سيدي هذاك عامل نصب نتاع مراو وهان وشي تحت كنقام ربي فو يبيع في المراو ويبيع فك طريف حمص وفول وغنيه وكذا لكن جميع نتاع ولا تحب الحق والله يعطيه الصح ليه ما تكذب عليك باش نخمم نشوف خدمه اخرى في الليل انت هكا واش نقدر تزيد تشوف خدمه اخرى في الليل ملي تولي سونيا بعد ما خلصناش تحب تدعي للدار تحب عطال وتحب كذا على الاقل كان هذا جاي السيف تويكا والمزوديه تخدم كان مع عثمان الطبار على الاقل نمشي معاه غاديك معاه هو مع الزكار والطبار ورقصات والفرقه كامله راهي ريت مخك وين النقاع دا كان في الرقصات لا قلت لك رقصات عليك بالليل لا قلت لك رقصات لا قلت لك رقصات كان كلمة حق راني خايتك اختي خايتي انا صحيح ما نحملوش وراني ما نحبش نحط على كرايدي وانا راني عشت عمري كامل نقول الحق هذاك ده نسوي وده رقصات انا نعرف ندري ندري بلا حرام لا عندي هكا هكا ما معيش ريتك تسوسن على ريتك تسكسك على اسمها هي هذيك بنت بنت بايك ميلير اخي مراه قالت لي بلاي شوفني حتى كي نقول لها لا هي هي النقاع خايع على ذكرتي اي ماني مرايت كسب لي يا كارت لوي يا كارت شري ايه ما وقالوا الاخبار ما عادش تعدى برشا في التلفزه واخبار الفيسبوك كلها مصبوبه في هالتليفون تولي تتبع في الاخبار وفي الفيسبوك بتضل تشاتي عاد وكذا واقبل هذا تسمع تسمع في اختك تسمع في اختك تم صدق تمش فانت مش تعمل لك اللي اسمه ذاك الفيسبوك الفيسبوك تعمل لك البروفيل اللي يسموه هما شنو البروفيل حط تصويرتي ونحكي اي تحدي تصوير يا محلاني يا محلاني عاد في الدوار اي عاد تجدد التصوير توريت 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 باش نقاسي تو تحطك النواره تحط اي قرانيه تحط حاجه هكاك باش ما لاقي حتى حد بقى مستعار خويا تعرف كل مرت النقار تو خويتي واهلي هما اللي راه مصعب ما يرحمون يا ولدي والله لا لاقي حد قلت تحط نواره وتحط قلب يا ربي لا ياخذ بخاطري في شيء اصبر بعد تو قدرنا واحد ولا زوج اش خير تو هاك معناتها بتامين علي اليوم هذا اخر ترى معناتها هذا اخر ترى تو هي تحاول فيه اختي بتاع اليوم قلت لها عائله كامله فيسبوك برك تستعملوا فيه كينيت اخواتي الكل هذه برا برك جرالها شايف قول كلمات قال لي ما نرضاش عليك تعمل فيسبوك جيت تو مرتي تعمل فيسبوك من تالي يصير فيه من تالي فرتي ولا ما تزير فضيحتي وسط الدوار ولا فضيحتي مالو شكون تستني انت تو من خاي مانيش بيا هذا جاي لا خاي ما عندها اللي جايتني بيا شكون عبد الحميد عبد الحميد شكون عبد الحميد ادخل ادخل خلي تفضل شو ادخل برا برك تفضل تفضل اخوي تفضل سلام مرحبا شهر نظيف ان شاء الله تفضل خويا مرحبا اقعد 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 اخويا شكونك انت انا عبد الحميد عبد منبس اه عبد منبس اه عبد منبس يا والله عمايلك نعرفها اقسم بالله نعرفها عبد منبس اخر عمري يقول لي عبد منبس على خاطرك ها اخوك اللي جايبه اخويا ما عندك زيد والله زيد اخويا نكلمك اسمعني اسمعني بد حتى ورق عنده الراجل عنده محل نتاع سكنه تمشي للدار وتعطيه الورقه نتاع غالي ما تجيش للدار ما فهمت ما نمشي مو هيك كلام تحبسني غادي قدام العماره والناس ماشي دار النقاره شو هذا شكون سي النقار ها ها هو سي النقار سيدي ما الحكايه اعطيني بطاقه تعريف ما نضمنش فيه هذا شو بطاقه تعريف شن هذه بطاقه تعريف يرحم والديك هذه اللي هي بطاقه تعريف العماره هذه عيلة للسقوط كيفاش هذه دخلوها في السقوط مش تعالوا يصيحوها مش تصلحها وانت تقولي لي خذوا الدهن وخذوا الواحد هاك نقول لك الدوله فينا ربي النقاع وقتاك مش ونش يحطونا هنا لان يلزمكم تخلوا محل في 24 ساعه ولا ثلاث ايام مش نهزونا تشيني تو تفهموني خلينا نفهم على الاقل اي صح اليوم باش يدهن لنا الدار باش يصلحها باش يصلحها باش يصلحها باش يصلحها كيف شدي فهمني شتي يعني قداش كم صعتك عارف فهمني فهمني الحكايه راني منصح على شيء اقرت لجنه الكوارث
وبلدية تونس بإزالة هذه العمارة الكائنة بالشارع عدد 517، ولذلك فالمرجو من كافة المتساكنين إخلاء المحل في أجل أقصاه 24 ساعة، وذلك لما تمثله هذه البناية من خطر على كافة المتساكنين. أحلالي يدي إعلام مبدئي، خلال 24 ساعة سننفذ بالقوة العامة. يا حليلي يا حليلي يا حليلي، مش يخلونا هم خارج على راس ليني ولا لك انت، هذا شكون مش يخلونا؟ اش مدخلني انا نسكن هنا اخويا؟ مش كيفاش هذه توا هما تفهمونا الاول على الاقل، ومش شبوا لي توا، وين مش شبوا مش نقابلوا من 400 شنو خلال العبارة؟ اي يا خاي انت مروح؟ مروح اي خليك عاوتاني. استنى استنى بطاقة تعريف، هذا ما عنديش بطاقة تعريف توا، كيفاش توا نسيبك؟ كيفاش هالوحلة هي؟ ما عندك علاقاتك وتعرف شكون في البلدي؟ تسكت علي خلينا نشوف الراجل بشي. ترى عبد مهموش مدخله مسكين، راه وجيه يعني يعلم يمشي على روحه. مين؟ قديش نمره بطاقة تعريف؟ 08 ايه 68 ايه 78 ايه 58 ايه 08 كله ب8 زي صار كيفاش؟ صح ما تخافش، صح ما دام نسيبك موجود ما تخافش، صح على روحك. قال لك صح صح. طب اتفق يا جماعة. اي 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 اوصي صح 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 هي هو مش يشبني يا اخي. والله جيب القوة العامة، انا قلت لك انا قوة عامة ليه الهابي سي عبد الحميد؟ ولا ليه؟ والله ما تقعد، والله ما تقعد، والله ما تقعد سي عبد الحميد، راهي جايتك باهية وعزيزة غالية. يقعد عبد الحميد باهية، وين باهية وعزيزة؟ اقعد سي عبد الحميد، خلي دارها مش حنجني وما قدام. ما تلوج عندي هاك، تلوج ها وندي جا، تلوج عندي ها وندي جا، هاك تهجي منها، هاك تولي في الشارع بالك. خويا في حجري وراح نخليك. انا مصيبة من الصباح عارف اني النهار كلم عندك شكون في البلديه غاديك تنعطوه نتاعك. تا ولدي ضاري الامر صاي، الامر صاي ما عادش فيها دوله تدخل. تاهي سكرتها. تا قلت لك صح احنا هاك صح ما يمبل ما جاب. قلت لك تسمعي مؤامره هي، والله مؤامره منك انت. باختبر يلم دبشاتك ودار خوك محلولت لك. هذا ما حويجاتش. المراه ما تحرك منك انا برجل هاني نقول. اي تا كنت عليها حيط ولا تيح عليها سطحت وقصيها انت. خانوار شوفك الحاجه اللي طاحت عليها. وبالنسبه لدارينا راهو الذبان فقط ما يدخلهاش، بخلاف اختي ما يجيب حدايا حد. جملة وخطيبتي سوسن تجيب حدايا، ما نحبش البرايني يبدو يخزو عجنب ومنا ومنا. قول البرايني ما عاد انا قد ما عملت معاك ها؟ كنت هامل في الشوارع كل نهار ستة وقت ناخذ مطلوب المبلغ 7500 ها؟ خويا ما نجمش نسكتك راه ما تلزليش راني نسيبي سيدي. مش مش طايشين ربي ولقيت خلي راجلك على النقار ها؟ طايشي راجلك هذاك طلعة تو هذه العشرة ها؟ قد ما جبتك هاك الحيقوم ها؟ جبت كعبة اليايو قدك؟ راني نسيبك، راني ممتوع مش ما عندي حتى حد. نقار طيب صحيح نحبك وراني قلبي راه والله بلاش نقول لك هذا نقول لك راه خويا عندي ملايكة تحبها. هاي هاي هي بيها والله يا اسمعني يا نقار، أنا راني حنين راني هذا، أما أنت راني ما ندخلكش الدار اللي بعد. ليه؟ شو عملت؟ خويا ما يا رب ما نحملكش. ترزاني طيب ما نريدكش راني. ليه؟ تظلني طايش في الشارع هاك تجي هنا تاكل وتشرب ونطيبوا لك التاي ما خلانا من هنا طيشتك نيا على طيشتك تكلم يا بختة ذليته خي ذليته جاي معاها بختة امان حميته علي خاطر دوالي وما عندي حد تيلي يا رب مثالش مثالش باهي اسمع اعمل كيف تحب يا بوليفة اعمل كيف تحب اسمعني عاد سامحني سامحني شكون تو بوليفة بوليفة سيبي هذا هو انت طيب راه عند الناس يا ربيدي نلوج عليه بوليفة بالسعاري في ورقه حتى هو مشي صح؟ لا عادي راني مش نسكن في العمارة ذي يا سي عبد الحميد انت سي فتحي بوليف اي اي والله اذا حطيت تعطيني بطاقة تعريف راني في العمارة الأخرى راني سي اي هذيك هي تلوج عليك انا ما لقيتك شبيه يا علي هذيك شبيه اي للسقوط زيد ها؟ اي للسقوط شوف يا حليل يا حليل يا علي يا علي يا علي قرد يا راك تقرد على قرد هات فوتك يا حلال يا الضرب اه الضرب اه الضرب اه الضرب اه
8 8 7 8 تفر 8 صح هكا هو صح صح اقعد انت في بلاصه اقعد اقعد هاي تيريجا مسحة خفيفة للصباط تيريجا السلام عليكم سلام اهلا بابا شنو احوالك لاباس عليك شنو امورك الحمد لله تفضل يا بابا اقعد بسم الله شنو امورك لاباس انت الحمد لله ان شاء الله لاباس الحمد لله ونعم بالله شنو الدنيا يا بابا ان شاء الله لاباس شاي يا بي حال البلاد هو راجع بالتوالي الله يبقي ستر تعبنا والله يسمعني كمواطنين تعبنا الناس كلها تعب يا رسول الله هاك تشوف الليل نهار كامل هو قاعد في بقعه برك شكون مش تعب وكلام الناس اللي ما يتلوحش الحق نتاع ربي يا رب ما قبل السلام عليكم لا باس سلام اهلا بسبهليل واش احوالك يا سبهليل وينك يا خويا الغالي وين الحمد لله عندك وحشة عاد عايشك لاباس العائلة ما طلعش عندك برشا يا اخوي هنا صفاء الامور يرحم والديك يا سي بوهليل يرحم والديك كالعادة ديما مزروب واحد هو مزروبين ما تعرف الوقت والافارات والله ربي يعاونك يعاونك يا سي بوهليل يا بابا هلا لا سي بوهليل مزروب نعم عدو سي بوهليل شكون بوهليل سي بوهليل هذا رجل اعمال شكون سي بوهليل هذا رجل اعمال شكون يجي مره في الايام والله وكنستي كسبت البلاصات هذوما عندي انا ما يسوى شيء سامحني خويا احترم لا لا من فضلك عايشك كلمتك انا وقوم انا باش وقوم انا باش جيت تسيت شباب يا 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 بابا انت رجل كبير البلاد. يا بابا انت رجل كبير يا ولدي شوف شوف خلينا نحترمك يا عايش شوف خليني نكلمك ساعه شنو مازال دينار يوقع الحاجه خليني نكلمك عايش تفضل اخويا تفضل دينار هذوما بفلوسهم مشاو هالبلاد لا 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 ما تغلطش ما تغلطش شوف تبارك الله صباح الخير مد 10000 لا 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 عندي انا مش كيف يستحيل باش واحد يقول لك ما تبقينا جماعه هذوما بفلوسهم يحبوا يعملوا اللي يحبوا يا بابا مو فضل هات خليني لا مستحيل او نتخاطر معك كان يجي مشي تصبط وقدمي انا خليني نقدرك عايش بابا والله انا مزروب سامحني الراجل مزروب وخليني نمشي لك الامور جيب شرطه تحدى برا خويا جيب برا جيب ادي للشرطه لا حشيخ تقالي بقسمي حتى تقطع رزق الناس حتى تقطع رزق الناس انت تقيمني انا باش يجي سيدي خليه تقعد تحت المليحه برا انت مش تعطي دينار طلعتيهولك انا وبرا بفلوسهم يشريوا كما يشرون يا اخويا تعب هكا قوم عاش بابا خليني قوم عاش بابا خليني نقدم شي سبات يقول لي يا اخي قال لي سيدي يشري سبات الراجل صباح الخير مد لي 10000 يرحمك يرحمك جاي سبات سيد جا هنا مد 10000 كاين باش يجي شي سبات يرحمك لا يا سبهليل نعرفه لا والله العظيم كان انا قلت وكان يبدا هو شكون اللي شاف البلاصه هذه يا بابا يديك انا الناس كل كيف كيف كملوا بعد كمل ما تكملش مزروب راني مزروب لا لا يا بابا يديك ربي انا هكا تما في حيط البلاصه اسمع شنو انت كيف كان هذه ربي يعين ليش يا سبهليل ربي يعين سامحني يا حاج سامحني لا 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 سامحني خليني سامحني عاد خليني بفلوسك شراكه سامحني سامحني يا عم شراك بفلوس ولا خليني نروح سراوي الشاشي يعجبكش الجو لا ما عرفتش تعبروا في راسك يجي واحد لا لا سامحني صبطك لا لا مش عامل اقصد جا سيد رد 10000 لا لا استنى عاد شوف شوف اسمعني خليني ولا دقيقه بلاك دقيقه لا لا اسمعني لا حاول لا شوف اسمعني اسمعني شوف فرصتك كيفاش جا سيد استنى سيبو هلال ولا سيبو هلال رجل اعمال هذا اسمع سيدي مترشح لا ما يخوف حد لا هي مترشح ولا جاي مترشح
يجي راجل قد بو انا قدر بيه انا بابا 10000 10000 واش تقول له 10000 فرنك 10000 فرنك باش نخاوم راجل انا قلت له عايش بابا زيدوا حتى 100000 هذاك راجل كبير ولا نظيف انا قلت له عايش بابا انا صغير مش مترشح مش تعب في الناس من تو والله كان يجي وزير دوله العباد من تو مترشح مش تعب السونه من تو عايش لا انا قلت كلمه كلمه عايش بابا شي وزير دوله عايش بابا يعني هو ما عندوش مش يعطيك ديار شكون اللي قالوا انا سوا ديار مزال يعيش يعاونوك ما ثم ما ثمش تعاون في الناس تعاون في الناس تعاون طرف عليه نعملوا بالخير احنا ما عندناش بفلوسكم احنا احنا نعيش باللي عطانا ربي ما عندناش بفلوسكم عادي فلوس ما عندناش قايل لك يهديك ربي عايش يهديك ربي والله لاني قايم من هنا يا ودي عايش يهديك ربي عايش هو خذ مني انا شكون قيمه غادي برا طلع طول كان الدينار برا سير عند صاحبي انا نعطيك انا 10000 هاي 10000 شنو سير هاي 10000 شنو تعطيني 10000 سير سير هذه فلوس ما تعطينيش 10000 تجري بهذه الفلوس انت انا نوز فيه مالك كيفاش صاحبي هذاك ما عنده ما نعرف على ظروفه ما نعرفش ما عايش بابا من على الحياه الشعبيه هو شنو الشعب هو النصر هو ترابيه يقصر شوفوا لنا النيه مخطوع 40 النيه مخصوص 40 يرحم مخصوص 4 ايام مش خلصوا بالدينار بتاعه هو مسكين زعما ما لقيش خلص نخدم الراجل مدي 10000 وعنده دينار اللي ما عندوش 100000 باش نروح نخلص باه 10000 علاش ما تقبلش يصير شي هذا بعد شي خليه يمشي يصير قلت له ماشي نعطيه خليه راس علاش خليه يمشي يصير 10000 10000 هذيك دعاية عاملها معاك عايشك يا سمر يا معلم قوم يا معلم مش تزوجني شوف شوف قوم يا معلم جا مدلو 10000 باش يكيمني انا ما تقومش انا بعد ومش سير برا سيبوا لي والله يا سمر والله سير لا لا سير قوم معك عايش باب مش تقول لي بو هلي لا قوم الناس ما نصبوا وانا حر قوم الناس ما نصبوا وانا حر قوم عايش باب ومك مش قايم ومسي عايش عايش من فضل هاي اخوي هبا تصير خلنا نمشي انا برد نمشي يا سلام بدي يخدم لديك وكمل هذيك يا ربي عينك هاي نرجع ايش يا سبو ليل عايش يا سبو ليل يرحم والديك هكا طوي بابا قوم سبو ليل يعمل في الحمل امشي على روحك انا عايش لا لا هذاك اللي يدوم لك هذا اللي يدوم لك قوم يا عايش يا اسمعني جي هذا اللي يدوم لك شوف يا زوال يدوم انت تلوج على العشرة اللي زوال وقت الماء وقت الضوء مش خلص انا ضوء وانا ماء بتاعك انا ماء ورد مش خلص مش خلص فلوس تو تفكر تخلص ماء وقت الضوء مش خلص ما شاء الله ما ظروف بس انت تشوف برشا بالخيس شوف هذاك دينار الاخر البيضه كتصورهم ولا عليه على ابو هنيه اخي خاصني شنو بعد خاصني يا نور بحالي مانيش سير لا مانيش سير مانيش قايم من هنا ما تقومش ما تقومش مانيش قايم وانا مش سيرش بعد هكا دينار نعطيك نتاعك هكا نعطيك دينار كيما الناس انا بيه هكا غير على روحك كاميرا كاشي ايش انا بيه يا اخوي يعطيك الصحة ايش والله يعطيك الصحة سيبو هلال يشربوا الفوسطة ب 10000 على قليل ايش يا لهوبية ايش يا بابا يا تصير ايجا خفيفة مسحة خفيفة للصبات يا اخوي ايجا نفرح بخويا مسحة خفيفة نزيل كلها نزيل نسالش نفرح بخويا والله هاي على خاطرك مرتبط بروح هاي اتفضل اتفضل اقعد اقعد يرحم والديك على خاطرك صديق والله نظيف ومزروف عايش خويا مسالش نفرح بصاحبي شنو هي الدنيا الدنيا تشوف فيها كيما البلاد شنو هي خدمتك انت ماشي ليه والله هاك تشوف خويا والله كاز هاك تشوف كاز في لي نقول الحمد لله الحمد لله يا ربي الواحد ها ويجري على صغير ويجري على واحد الحمد لله صغير ها معرس عندي وليد والله تعبت الواحد تعب عندك فيها خدمه عندي برشا برشا الحمد لله يا رب الله يعينك اهلا بسيبو هليل شنو حوالك يا سيبو هليل وينك يا خوي بس عليك وينك انت الغيبه وينك يا اخوي لاباس شنو امورك الحمد لله شنو الامور الحمد لله بس العائله الحمد لله شنو احوالك انت الحمد لله لاباس شنو امورك يا ودي وينك يا سيبو هليل لا عاد سيبو هليل لا مرحبا بك اخوي سامحني بالله هذا سيبو هليل راه يجينا مره في الفيل خلينا نعمل ضربه مزروب يرحم والديك تحكي بجدك صاحبي
يرحم والديك تنجم تشوف معناتها انا متعدي ومزروب وسباتي نظيف وقعدت على خاطرك لهنا وفي زوالي في درشون قعدت على خاطرك تعمل لي سي بوهليل ولا سي درشكون يا سي بوهليل راه يجينا مره اقعد 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 ما يسالش ما يسالش اخويا هاو تنجم هاو جاري بحذايا برا صاحبي اقعد ونحكي لك حكايه على جارك اقعد اقعد لحظه ساعه اخويا يرحم والديك كم نخدم الصبات انت تو ريت تعرف عملت في توا انا كنت متعدي على روحي جوي باهي عندي ما نعمل ومزروب وقفتني انت في ما عنديش في يرحم والديك في درشون قعدت على خاطرك انت تعمل لي سي بوهليل ولا سي درشون مو سي بوهليل جينا مره في البلاد ديما يفرح بيا وكذا ريت يرحم والديك تو مزنا كي نحكي وتعمل لي البلاد تعبه ودرشون ريت على سلكه البلاد كيما الاشكال اللي كيفك انت تو ريت قام الحديث هذا يا اخوي باش تقومني انا معناتها تقول لي سي بوهليل ولا باش قام الحديث هذا يا اخوي انا ما نعرف اكثر وما عندك حتى دخل لا بيدي نحكي معاه هو سامح كمل اخدم معايا صاحبي يا اخويا برا عاش خويا قوم خلي سي بوهليل يرحم والديك ما تعودها كلمه قوم ما عادش تعودها ما عادش علي وقت انا خويا كمل اخدم الصباط لا لحظه سي بوهليل بالله قوم معاه مش الجاري ما يسالش ريتها انت يرحم والديك خليني انا محليني كول توا سينو كان وقفت لك انا تو ريت النصبه ذي كل باش نلبسها لك على راسك كمل صاحبي يخدم يا خويا صاحبي بالقوه هي مش بالقوه راه بالقوه اللغه اللي عملت انت تو هذيا في بالنا بعد ياكل بالخبز راه نخدم على راه نخدم على راه ياكل بالخبز الخبز اللي تحكي عليه تهلكت البلاد بالمناظر والاشكال اللي كيفك انت كمل اقعد وكمل خدم لي صباط انا مش نخدم سي بوهليل معناتها انت تو توري زوز متر وانا ومتعدي وقعدت على خاطرك انت باش تقيمني انا على خاطره هو اخويا انا ما عيطتلكش باهي ما عيطتليش ما عيطتلكش امريك البيه لحظه بركة امسح لي الطرف الابيض زي تنقول لك تنقول لك عيطت لي معيط لي تفضل هاي تفضل يا سبولي هيك مسحت لك عاد مسحت برا على روح واضح صح سي بوهليل سفير الموزمبيق هذايا سمح لي معلم احترم روح اه سي بوهليل تحكي سلي عني بي يا مرجيه سلي عني بي ايش بيك ما عيط العبيد هكا سمعت كلمك حكايه انا تو خاطر يمكن استهديت بالله ويمكن نحب نبرد روحي قسما بالله ما نوكلهم لك هذوما واضح صلي على النبي باهي صلي على النبي اش كاين متعوذني بر اش كاين ربي يهديك هاي بدينار دينار مسحة خفيفة سيريش مسحة خفيفة للصبات ناحية الغبرة السلام اهلا بابا شنو حوالك هاي تفضل ارتاح ارتاح شنو حوالك انت لاباس والله يسخون الله غالب ايش مش يعمل الواحد ربي معك ايش عامل انت في الدنيا تخدم انا كني تخدم ما ليش مش يعمل العبد هو توا يخدم وان شاء الله يخدم والله يسمعني يا بوي الواحد في عمرك انت توا راهو مرتاح خمس ولا لا راهو ياخذ المهريه وراكش على روحك عليها لا 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 الصنعة هذه كان مش الشايب الله يرحمه هم اثنين حتى هالي في مخي بالسيب اليوم روى ضعف راني كنت بالشرق هذه أقل حاجة على الحاجة الله يرحمه الله يرحمه الحمد لله يا رب عندها رجالها كنت بالك عندها ناسها وعندها رجالها لا الحمد لله الرجال موجود أخر وقت ناس الرجال كانت البيت لا الحمد لله سلام اهلا سي مهلين اهلا سي مهلين شنحوان لاباس انت الحمد لله شنو الامور شنحوان وينك انت سامحني وينك انت لاباس والله الحمد لله لاباس شنحوان كالعاده ديما مزروب تجي وتمشي هكا ما تعرف يرحم والديك يا سي مهلين عايش لا الحمد لله لاباس اش عامل هالنهارين ماشي معاك الامور كنت انا برا ما تعرف الوقت اي اش عملت في الوحده نتاعك لاباس صباح الحمد لله فما شكون معاك ومعاونين لاباس الحمد لله والله حتى انا ناوي هكا النيه الباهيه معاك البلاد في خير والله الحمد لله الخدمه ماشيه والحمد لله الحمد لله بالله يا سامحني عشان خلي اعمل ضربه خفيفه خاطر هو ديما مزروب ماشي كيفاش؟ خلي اعمل ضربه خفيفه ماشي انا مش هعمل ضربه قويه مش ضربه خفيفه انا قبله هو انا قبله هو من فضلك ايه ما يسالش دريش استنى دريش هذا السيد هذا التليفون حطني هنا حتى واحد ما قال له والله يدخل في بتراكس مش على بالي بيه يدخلش في بتراكس الا يهمني فيك ولا على بالي بيك نحكي هكاك وغادي من هكاك باه بنحيش ما نحيش نحي رجلك ما نحيش نحي رجلك ور
ما نحيش رجلي اللي تحت عليه ساقي ما نحيش ايش لا وقت لا سيبوا هنا قال له يا ولدي ايش بيك نتكلم في السياسه عادي نورمال عادي نورمال قلت لك الخبز كلمتين خفيف نظاف انا ما نفهمش راه كلمتين اكثر من كلمتين ما نفهمش خفيف لي لي انا وما كمل خلي يعمل ضرب صغير لا ما فهمش يا ولدي صلي على النبي يا ولدي صلي على النبي على الشعب اخزر لا انا عم صباتي عم في صباتي توكي صباتك انت توكي صباتك انت صباتك انت تاع 15000 صباتها 110 دينار طيب قوم يا عايش اعطيني ال 10 خلينا نمشي وحدي لا لا اقصد بالله لا سمح لي اقصد لا يا ولدي لا سيبه لا لا وين يا احمد اسمعني صلي على النبي قلت لك قوم قوم الناس بقى ناس كثيرين كلمتين ايه النصب انا نصبتك وانا حر كلمتين انا نصبتك وانا سراق انا نصبتك بس نصبتك بس جلح على نصبتك جلح على كيف جلح بس عشان انا قبله هو بس عشان انا قبله هو قلت لك كلمتين خفيف الباب بس قلت لك ماشي كلمتين مانيش فاهم حط مانيش في الحياه انا رجلك وانا سراق في سسم في سبع يعني في ناحيتي ناحيتك متمسيش ربي عينك ربي عينك ولا ربي خشمك ربي عينك ولا ربي خشمك برا ربي معك كمل قال له 10000 وما 10000 مسروق لا لا يا ولدي لا ما نحيش عاش خويا خلينا نحيش كلمة نخدم على راه ما نحيش عاش خويا لا عاش خويا هاك تخدم عاش خويا هاك تخدم عاش خويا هاك تخدم عاش خويا انت لا عايش خويا لا عايش بابك ناحيه دي يا ولدي اقعد قال له بس اقعد على روحك قال له بس اخدم على روحك اخدم على حط رجلك حط رجلك حط رجلك على روحك يا رحمك تخبي السيف بالقوه سيب لي ناكل خبز على روحك يا ربي عينك يا ربي عينك ولا ربي خشمك سيب خلينا نخدم على روحك يا اخوي نحكي معاك معاك اسيبوه هنا لا سيبوه هنا لا سيبوه هنا يرحم والديك ايش بس هكا باهي باهي قطعت قسمي مانيش خادم قسمك عند ربي مش عند مانيش خادم قسمك عند ربي مانيش خادم يا ولدي تخدم بس مانيش خادم تخدم بس عليك مانيش خادم باهي مانيش خادم باهي شي ولا ما نفز اللغه ما نفز معنا ما نفز بس قلت ما نفز بس يا محمد شوف ما نبي يا اخويا ها وقلت له الاخر يعمل لي 10000 وما 10000 هذه يا اخويا لا ليش تختار القسم على الجنوبي يا حول ولا قوه عايش